أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. وطبق جانبي كتير لذيذ من مطبخ منال العالم، حنعمل اليوم صينية زهرة بالطحينة. نشوف سوا المكونات. صينية زهرة بالطحينة: 1 رأس كبير أرنبيط أو زهرة، 1 كوب طحينة، 2 كوب ماء، نصف كوب ليمون، 1 ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة فلفل، 1 حبة كبيرة بصل مفروم، و2 ملعقة كبيرة زيت زيتون. أعزائي، وصفتنا كتير سهلة وبسيطة وما بتأخذ منكم أبداً أي وقت في التجهيز، وإحنا عم نعملها هيك بطريقة مودرن شوي، بس هي أصلاً الوصفة هاي من المطبخ الفلسطيني وبتنعمل دائماً في الصينية الألمنيوم بتاعت زمان، بس يمكن حبينا هيك نقدمها بشكل شوي مودرن ودلوع. اليوم حنستعمل طبق فرن بهذا الشكل عشان نقدمها زي ما قلنا بشكل دلوع شوي، بس ممكن طبعا تستعملوا أي صينية أو أي طبق موجود عندكم لتنفيذ هذه الوصفة. نبتدي نتجهز الأرنبيط. الأرنبيط أو الزهرة حسب ما بتحبوا تسموها، بحتاج راس كبير، ما تكونوا متقيدين قوي بالمقادير، هاي مقادير تقريبية، راس كبير راس وسط حسب عدد أفراد الأسرة اللي حيتناولوا هذه الوجبة. الحلو في هيك أكلات إنه لو ضلت لتاني يوم بتقدروا برضو تكلوها حتى لو باردة، على فكرة تعتبر هيك بتصير طبق مقبلات كتير لذيذ. نشوف مع بعض أعزائي خطوتنا لتجهيز طبق الزهرة بالأرنبيط. أقطع الأرنبيط أو الزهرة لقطع بهذا الحجم، تبقى تقريبا متساوية عشان الطبخ خليته يبقى متساوي، وأحاول قدر الإمكان يبقى حجم القطع متناسب مع الطبق اللي أنا عم بستعمله أو الصينية اللي عم بستعملها. التجهيز كتير بسيط. هحتاج أسخن كمية من زيت، عم بستعمل زيت الذرة. حسقط قطع الأرنبيط في الزيت. أنا ما سلقت الأرنبيط ولا عملت فيه شيء، مباشرة وهو ني بنسقطه بهالطريقة. حنحط كل القطع بهذا الشكل وأبتدي أعزائي أقلب. طبعا ريحة الأرنبيط لها ريحة مميزة رائعة، بتفكرنا دايما هيك بالبيت والأسرة والجمعة والحبايب. بقلب الأرنبيط شوي شوي لغاية ما ياخذ اللون الذهبي اللطيف اللي أنا عايزته. وانا بقلي الارنبيط هلا بحاول برضو اكسب الوقت وابتدي اجهز الخطوه التاليه لوصفتي. عندي قلاي او هيك يبقى كسرولة هيك بهذا الحجم، باخذ شوي من الزيت اللي انا قليت فيه الارنبيط، او اذا حبيتوا تحطوا زيت زيتون او تخلطوا شويه زيت زيتون مع زيت الارنبيط حسب رغبتكم. في يعني كل ناس بيعملوها بطريقه شوي مختلفه، ممكن احط شويه زيت ذره اللي هو ماخذ صار طعم الارنبيط، واحط له حوالي 2 ملعقه من زيت الزيتون، وحبتدي اضيف البصل المفروم. وابتدي هلا اقلي او اشوح البصل مع الزيت. اثناء ذلك اعزائي المشاهدين اجهز الصلصه اللي انا بدي استعملها، هي صلصه الطحينه لطبخ الارنبيط. نشوف مع بعض الخطوات اللي انا هحتاجها. هحط المي، عصير الليمون، وحضيف الطحينه. حضيف ملح، وكل هالمكونات مع بعضها
حقلبها باستعمال مضرب شبك يدوي لغاية هيك ما تندمج مع بعضها، وتصير عندي هاي صلصة الطحينة اللي حستعملها لطبخ الزهرة. خلص هيك أصبحت عندي جاهزة. نرجع تاني نشوف البصل عم بتقلب عندي، ونشوف برضو القرنبيط ابتدى ياخد لون ذهبي لطيف. طبعا لسه ما استوى او لسه ما تحمر بالدرجة اللي انا بدي اياها، هستنى لبضع دقائق كمان لغاية ما ياخد اللون الذهبي. حبتدي احط قطع القرنبيط في الطبق بهذه الطريقة، احاول اوزعهم بشكل متساوي بهالشكل. نضغط عليهم شوي عشان زي ما قلنا ياخدوا الحجم المعقول في الصينية. نرجع تاني، البصل عندي دبل. البصل انا ما بدي يعني يغمق لونه، بس يتشوح التشويحة الخفيفة. حوزع عليه، حصب عليه خليط الصلصة اللي عملناها، ياخذ غلوة. مجرد فقط بس غلوة بسيطة، خلوني هو برضو عم يغلي ابتدي ارش له مثلا رشة الفلفل الاسود. وبس ياخذ الغلوة نشوف خطوتنا التالية. يبقى بس غلي عندي الصلصة، غليت على طول اروح صباها فوق الزهرة. ما في اسهل من هيك وصفة، وما في اطيب كمان من هيك وصفة. هلأ بدخلها الفرن لحوالي ساعة لغاية ما طبعا يتماسك عندي الصوص ويكتمل طبخها. حورجيكم اعزائي اللي انا عندي بالفرن كيف حيبقى شكلها. طبعا من أروع وأطيب الوصفات. وصفة رائعة لعشاء، لسحور، لغدا، لشهر رمضان، لأي وقت في السنة، من أطيب الوصفات اللي أنا متأكدة إنها تعجبكم. حوزع عليها شوية صنوبر مقلي، وأتمنى إنه وصفة الزهرة بالطحينة تكون عجبتكم، وأرق تحية من مطبخ منال العالم.